وخليني اقول لك ان والله والله جمهور الاهلي يعني اصبح بيفهم، يمكن يعني مش عايز اقول زي اللعيبه يعني، بس بقى تحس انه عايش معاك عشان قلبه على النادي. صحيح. قلبه حاسين ان هم نفسهم يكسبوا كل حاجه، فبيدخلوا جوه اللعبه كتير فبيفهموها فعلا. صحيح. فانت صحيح. في حاجات كتير بتتقال انا بحس كانهم هم لعبوا هندبول قبل كده، في حاجه بحسها ان هم فعلا بيتعبوا فيها. طب اسلام هسالك سؤال يمكن سالته الكابتن ياسر، انا احب اخش كده دايركت على طول. انت شايف احنا السنه دي احسن ولا لا؟ احسن احسن كتير. أحسن. بس يعني عاوز اقول لك انت انت فعلا كل سنه انت كنت يعني انت بقالك 3 سنين، انت اول سنه في الثلاث سنين دي اللي هو اتجمعنا كنا كلنا مسافرين واتجمعنا كسبت كل حاجه، تاني سنه انت كان 50-50 بينك وبين الزمالك، ثالث سنه انت ما كسبتش حاجه. صحيح. دي كانت يعتبر السنه الثانيه والثالثه بالنسبه للنادي الاهلي، دي كارثه وبالنسبه لنا كارثه. فانت عشان تقدر تقف على رجلك تاني محتاج ان انت تبني فريق من جديد. صحيح. وده اللي حصل. فاظن انت محتاج طبعا فتره ان انت تثبت للناس تاني ان انت واقف على ارض صلبه وان انت تقدر تكسب تاني. ف يعني انا شايف ان الموسم ده ان شاء الله يبقى فتح الخير علينا. صحيح. وانا برضو هسال اسامه نفس السؤال. اسامه انت يعني النهارده في الملعب يمكن اول ماتش ليك، وانا يعني برضو يعني تابعناه وكنا قاعدين بنتفرج، انت حاسس ان انت يعني فرقتك كامله الصفوف، حاسس